مصر الشقيقة الكبرى التي قدمت التضحيات الكثيرة من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل حريته ومن أجل استقلاله، هذه هي مصر التي المستمرة في تقديم الغالي والنفيس من أجل ذلك. هي تقدم كل المساعدات بأشكالها المختلفة، المساعدات السياسية من خلال المواقف السياسية، المبادرات، الدعوة إلى المصالحة، كل هذه الأمور، والتحرك على مستويات مختلفة ضمن مجموعة ميونخ، وجودها في مجلس الأمن في فترة من الفترات في أماكن مختلفة. هذا كله هو جهد موجود. في نفس الوقت أيضا المساعدات التي تقدمها جمهورية مصر العربية خاصة إلى قطاع غزة في الفترات الطويلة الماضية، ولكن في نفس الوقت كل الدعم الذي تقدمه إلى الشعب الفلسطيني بأشكاله المختلفة، نحن ندرك ذلك من خلال فتح حدودها للشعب الفلسطيني للاستفادة من ما تقدمه جمهورية مصر العربية من مساعدة في المجال الطبي، في الإنساني، في التحرك والانتقال من مصر إلى العالم عبر معبر رفح لسكان قطاع غزة. كل هذه الأمور هي أمور معروفة لا داعي لتكرارها وذكرها. هناك اعتراف كامل من قبل الشعب الفلسطيني على هذا الموقف المتقدم لجمهورية مصر العربية رئيسا حكومة وشعبا، وهذه جمهورية مصر العربية حتى هذه اللحظة لم تخذل ولن تخذل الشعب الفلسطيني في توقعاته وفي اقتناعه بأن جمهورية مصر العربية يمكن الاعتماد عليها كركيزة أساسية وإسناد حقيقي في العمل والتحرك الفلسطيني، كان ذلك على المستوى الدبلوماسي، السياسي، القانوني وغيره، من أجل دعم الشعب الفلسطيني في تطلعاته لتحقيق حريته وفي تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة.